أبدأ الحلقة النهاردة بتحية إجلال وتقدير لأهلنا في الشرطة، أهلنا في الشرطة المصرية، لشهدائنا منهم ومصابينا منهم، وطبعا لعائلاتهم. دول اللي بيتحملوا مع جيشنا اللي ما يتحملهوش بشر، احنا ما نقدرش نتحمله. دول اللي بيتحملوا للحفاظ على بلدنا وأرواحنا وممتلكاتنا. بالمناسبة دي في رسائل عديدة وصلها لنا الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في كلمته بمناسبة عيد الشرطة المصرية. عايز أقف عند بعض اللي قاله سيادة الرئيس. رئيسنا كشف عما دار في مكالمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امبارح. ترامب سأل الرئيس السيسي، قال له الاقتصاد بتاعكم أخباره إيه؟ الرد عليه كان إن بقالنا 40 شهر بنحارب لوحدنا، يعني إحنا اقتصادنا بيستنزف في الفترة دي. المصريين صامدين وقادرين، العالم كله عارف إحنا بنعمل إيه. الرئيس أيضا كشف عن اللي دار في اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بعد ما دار في مجلس الدفاع الوطني، وقال إنه تم ضبط أكتر من 1000 طن متفجرات لغاية دلوقتي، الطن منهم ب 400,000 دولار، يعني 400 مليون دولار، يعني 7,400,000,000 جنيه مصري بحساب النهاردة. ده اللي تم ضبطه من متفجرات، تم ضبطه في سبيل خراب مصر. طبعا ممكن تتخيلوا كم الفلوس اللي بتدفع لخرابنا وتقسيمنا، وببساطة ما تستبعدوش أي أفكار شيطانية بيقوموا بيها. حاجة تانية، الرئيس النهاردة اتكلم عن إننا لو عايزين نبني بلد لازم يكون عندنا معلومات دقيقة للغاية، وهنا طلب الرئيس من رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة بالقيام بالدور المطلوب، وكمان طلب مساعدة المواطنين. فاكرين حضراتكم موضوع قاعدة البيانات ده اللي اتكلمنا فيه قبل كده، بنتكلم فيه من زمن. الرئيس اهو بيقوله ان التقدم يلزمه معلومات دقيقة، يعني ادوس على زرار اجيب كل المعلومات المطلوبة. يعني المواطن عنده كارت واحد، عنده رقم واحد في كل البيانات الخاصة بيه، يعني الدعم هيروح لمستحقيه، يعني البلد هتوفر كتير للاستخدام في الإصلاح الاقتصادي والطفرة المنتظرة. أما بقى من الناحية المجتمعية، فكلمة الرئيس الخاصة بدور الدولة للحفاظ على الأسر المصرية كانت معبرة للغاية، لأن ده بيمس المجتمع المصري وكمان الاقتصاد المصري. لو عندنا حوالي 900,000 بيتجوزوا في السنة، يعني محتاجين حوالي 450,000 شقة، دي فلوس كتير. لو 40% من حالات الزواج دي بيتم انفصالها بعد 5 سنين، يعني بيتم الطلاق، يعني في حوالي 180,000 زيجة بتتدمر، يعني أولاد اتولدت في أسر مفككة. يعني مشاكل عديدة هتظهر من الانفصالات دي، يعني أعباء على الدولة، يعني مصاريف أكتر، يعني إحنا اللي هندفع التمن ده. مش هدخل في الرسالة طبعا اللي توجهت لشيخنا شيخ الأزهر، إن دي معناها كبير قوي، وأعتقد إن كتير غيره هيتكلموا في الموضوع ده. كلها رسائل مهمة، وهقف عند كلمة السيد الرئيس لما قال إن الدولة بتدعم الاستثمار والقطاع الخاص، وهنا نحط تحت ده كذا خط. في النهاية تبقى كلمة أم الشهيد لما قالت ولادنا راحت فدا مصر، عارفين ليه؟ عشان تحيا مصر. مساء الخير وأهلا بحضراتكم في برنامجكم أسواق وأعمال. النهاردة هنتكلم عن موضوع الكروت الذكية للبنزين اللي اتكلمنا فيه كتير قبل كده، واللي بدأت في مرحلتها التانية من نهاية ديسمبر اللي فات، ده للسيطرة على السوق السوداء، السوق السوداء للبنزين للوقود يعني، وضمان وصوله الكروت عشان تضمن وصول البنزين والوقود للمواطنين وتوفره. هنتكلم كمان النهاردة عن تطورات صناعة السياحة، هل بدأت طريق التعافي وإيه اللي بيتم لتنشيطها. نبدأ دلوقتي
بحلقتنا بفقرتنا الإخبارية، ونقرأ ما وراء الأخبار اللي ركزت عليها الصحافة النهاردة من الناحية الاقتصادية. خبر الأول من المصري اليوم اللي نشر حوار مع وزير الصحة أحمد عماد اللي أوضح فيه تراجع الدور اللي بتلعبه شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال في السوق من 70% إلى 2.9% خلال 36 سنة. المقال يعني هنا بيتكلم وزير الصحة بيقول البديل لعدم زيادة الأسعار هو اختفاء الدواء. لازم نقف هنا، لازم نقف ونعرف ايه السبب في التدهور ده اللي هي الشركات اللي تابعة لقطاع الأعمال. ازاي نحل المشكلة دي؟ هو دورها ايه أصلا؟ هل استمرارها بنفس النهج ده مجدي؟ هل محتاجينها علشان لما يكون في أزمة دواء زي اللي شفناها الفترة اللي فاتت يبقى الشركات دي جزء من الحل؟ الوزير قال بالنص من لا يملك دواءه لا يملك قراره، وقال كمان ان البديل لعدم زيادة أسعار الدواء هو اختفائه. يعني تحريك الأسعار كان أفضل حل، والمصانع وافقت على شروط الوزارة. عماد قال ان أزمة الدواء اللي فاتت كانت بداية وضع الشركات الحكومية على الطريق الصحيح، ده غير المراجعة اللي هتتعمل على 10,000 صنف دواء. وبرضه فتح في حواره ملف مستشفيات التكامل اللي كان مقفول من سنة 97، وكشف انه قال لمجلس النواب فكروا في تدبير الموارد المالية لتشغيل 374 مستشفى خاصة، مع العلم ان تكلفة المستشفى الواحدة 100 مليون جنيه، يعني محتاجين تقريبا 37.5 مليار جنيه. الكلام ده مع العلم ان علاج المرضى في مصر بيتم 85% منه في المستشفيات الجامعية، يعني تبع وزارة التعليم العالي، 15% بس في مستشفيات وزارة الصحة. نعرف أكتر عن موضوع شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال من الدكتور أسامة عباسط رئيس مجلس إدارة شركة النيل للأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور، قول لنا أسباب تدهور شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام إيه يا فندم؟ أنا هاخد الكوت بتاعة معالي الوزير الصحة إن إحنا كنا بنشكل 60% تقريبا من سوق الدواء في السبعينات، وتم انكماش هذه الحصة لـ 2.9. الكلام ده ليه تاريخ ولازم إحنا الحقيقة ما نمرش عليه كده مر الكرام. صناعة الدواء بدأت وصناعة الخامات الدوائية بفيجن لي أو رؤية ثاقبة للرئيس جمال عبد الناصر، وكنا سنة 60 بنأسس قواعد مصنع خامات اللي هو النصر في أبو زعبل قبل ما الهند تبتدي تصنع خامات. إيه اللي حصل بعد كده؟ حصل بعد كده أن الشركات القطاع الأعمال توالت في الستينات والسبعينيات، وكان الأسعار زهيدة جدا، يعني كلها دون الخمسة جنيه، ولما اترقت بقت دون العشرة جنيه. هذه الصناعة حضرتك بتعتمد بأكثر من 95% على مكونات مستوردة، مادة خام جاية من بره، هي عرضة هي عرضة لتقلبات سعر العملة. مع عدم تحريك الأسعار بما يوازي السعر حتى اللي خدته قبل كده، لو كان الدولار ب 75 قرش ولا ب 90 قرش، يبقى احنا نقدر نحط ايدينا على السبب في انكماش هذه الحصة. بالإضافة إن هذه الشركات حضرتك كانت مركزة في بعض أزمات زي حروب 67 و73 على الإنتاج بقوة، لأنها كانت هي فعلا صمام الأمان، لأن الغرب كان بيحاول يضايقنا طبعا بسواء الخامات أو المنتج النهائي. أضف إلى ذلك أن هذه الصناعة تحتاج لترويج كبير جدا سواء على مستوى الصيدلي أو مستوى الطبيب، وهذه التكلفة التسويقية. دكتور أسامة أنا آسف لمقاطعة حضرتك، ولكن الموضوع مش جديد، يعني حضرتك بتتكلم على ثبات سعر الدواء بقالنا سنين طويلة من الستينات. من الستينات صح؟ احنا كان عندنا فترة تم تحرير فيها العملة في 2003 وقبل كده، يعني المشكلة مش جديدة. هل النهاردة شركات قطاع الأعمال العام النهاردة هل ما حسيتش بالكلام ده غير السنة دي لما حصلت الأزمة اللي احنا مرينا بيها؟ يعني ما كانتش موجودة الأزمة، ما هو كان في برضه، ما احنا طول عمرنا بنستورد من بره. ايه الجديد؟ عندك حق
خليني اقول حاجه، لازم كلنا نعرف ان الثمان شركات المنتجه للدواء في القبضه هي اللي بتفرخ للاكثر من 25 مصنع موجودين في مصر، شايلين عبء حضرتك متعدد الجنسيه والايه الاستثماري. والمنافسه موجوده من زمان. بالظبط يا فندم. في جزئيه مهمه جدا، ان عشان اطلع ادويه جديده احنا محتاجين معامل متقدمه جدا وابحاث قد تكون برضو مكلفه وقد تكون عبء الحقيقه فات على الحقيقه الشركات في الوقت اللي كان مطلوب منها انتاج ضخم جدا، لانها كانت تستحوذ على 80% من مثلا احتياجات وزاره الصحه. طيب دكتور اسامه، هسال حضرتك السؤال بطريقه ثانيه، هل حان الوقت لاعاده النظر في دور تلك الشركات؟ يعني واضح ان الشركات دي ما تقدرش انها تنافس مع الشركات القطاع الخاص، عندنا اداره وعندنا التمويل وعندنا المنافسه والى اخره، هل حان الوقت للنظر في اعاده او تغيير دور تلك الشركات؟ تعالوا بقى نغير، بدل ما احنا بنستورد من بره الماده الخام تعالوا نصنعها هنا في مصر. تمام. أولا صناعة المادة الخام حضرتك من أكثر الصناعات اللي بتحتمها دراسات جدوى عالية جدا، لأنك أنت ما بتأسسش مصنع إنتاج خامات عشان توفي احتياجات السوق المحلي، هيبقى غير مجدي، لابد أنك أنت تنظر لإنتاج ضخم جدا وتصديره لبلاد كثيرة، وده اللي بتعمله الهند والصين من أكثر من 20-30 سنة عشان نلحق بركب هذه الأمم. الحقيقة القيادة السياسية فعلا حطت إيديها على حاجتين مهمين جدا، إنتاج الخامات وإنتاج الأدوية اللي بتنتج عن طريق الهندسة الوراثية، لأن إحنا برضو أضم شو حضرتك بتقول إيه يا دكتور أسامة؟ بتقول القيادة السياسية، والقيادة السياسية مش هيقدر لوحده إنه يقوم بكل الشغل، لازم إحنا نقوم بشغلنا شوية. الدكتور أسامة عبد الباسط رئيس مجلس إدارة شركة النيل للأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. هنتقل إلى الدكتور أسامة رستم وهو وكيل غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات. دكتور أسامة أهلا وسهلا بحضرتك. الوزير قال إن لجنة تسعير الدواء في وزارة الصحة بتراجع أسعار 10,000 صنف دواء، وده بناء على طلب مجلس النواب، حضرتك شايف الخطوه دي هتاثر ازاي على الصناعه؟ اولا هذه خطوه صحيحه 100%، واحنا كنا من اوائل المطالبين بذلك. احنا خدنا انا كنت بسمع الدكتور اسامه عبد الباسط، وكان في حاجات هو بيقولها عن الاسعار والكلام ده اللي هو بقاله فتره، وحضرتك قلت له طب ايه الجديد؟ حضرتك احنا النهارده عندنا تسعيرات تمت على ثلاث او اربع قوانين تسعير، فادى حاليا الى نوع من التشوهات السعريه، يعني بتجد، وكانت النقابه الساده كانت اشارت الى هذا، ومجلس النواب اشار الى هذا، وسيد وزير الصحه اشار الى هذا، ان احنا عندنا ادويه مثلا مسعره ب 70-80 جنيه فيها ماده فعاله، بنجد ان هذا الدواء المثيل له في نفس الماده الفعاله ومسجل في وزاره الصحه ومر بنفس التجارب يبدا ينزل بقى 60 و50 و40 لحد يوصل مثلا ل 5 جنيه. فده دي 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 يعني هتقول لي ليه؟ هقول لك لان كل دواء منهم تقريبا او كل دوين اتسعروا على قانون تسعير يختلف عن الثاني. ايوه. حان الوقت ان احنا نضبط منظومه التسعير، حان الوقت ان احنا ندي كل واحد حقه. ازاي؟ حضرتك اخر قانون تسعير موجود بيجي الاول الدواء بتاع الشركه العالميه، مصر واخده يعني انها تاخد اقل سعر في مجموعة دول محيطة بنا لها نفس الظروف، فبتطلب من الشركة العالمية أنها تقدم أسعارها في الدول دي، بتدرس هذا الكلام وبيتم تحديد السعر مع هامش ربح الصيدلي والموزع وهامش ربح الشركة. من هذا السعر بيتم الشركات اللي زينا اللي هي بتعمل المسائل وبتقلدها وبتتقدم بيديني 65% من سعر الدواء الأجنبي أو الأصلي، يعني لو هو سعر له دواء 100 جنيه وأنا عملت زيه يبقى السقف الاعلى لاي شركه 65 جنيه. طيب الاول كانت الاسعار واحد بياخد 65 واللي بعدين بقى 60 ممكن نوصل لحد في الاخر 5 جنيه. فده بيعمل تشوهات وما بيديش الشركات الحق حتى انها تقدر تصرف. حضرتك قلت في البدايه ان موضوع مراجعه الاسعار دي خطوه يعني محتاجينها خطوة جدا وخطوه جيده جدا. هل القصه دكتور اسامه النهارده
طبقا للي حضرتك قلته ان عندنا ثلاث او اربع قوانين تسعير، هل القصه في اعاده النظر في تسعير الدواء، ولا هي القصه في ان القوانين اللي عندنا دي ما عادتش تصلح للمناخ اللي احنا فيه، محتاجين قانون واحد يبقى ماشي على الكل ويواكب العصر علشان نقدر ننافس مش بس في السوق المحلي ولكن في السوق الدولي، واحنا في مصر عندنا سوق كبير. كلام حضرتك صحيح 100%، وده اللي انا قلته، لان الاربع قوانين هو اللي ساري منهم النهارده هو اخر واحد، يعني الاربعه مش ساريين. انت سعرت على سعر وبتفضل عليه، قانون وراء سعر عليه وتفضل عليه، يعني القانون لما بيجي ما بيرجعش يغير تسعيره كل الادويه اللي قبليه، كل دواء بيسعر على قانون ويظل عليه. هنلاقي الدواء هيبقى متوفر بعد الخطوه الاخيره دي يا دكتور؟ حضرتك احنا يعني في ادويه والناس ملاحظه ان بدايه من بدايه الاسبوع ده في ادويه كتيره بدات تنزل كانت ناقصه، لان خامتها موجوده والشركات بدات تفتح عجله تفتح تاني. دكتور اسامه رستم وكيل غرفه صناعه الدواء باتحاد الصناعات، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. قصه بتاعت الثلاث او اربع قوانين ده بيفكرني كده بالعنوان بتاعي في الحته اللي انا ساكن فيها، انا تبع الهرم وجاري تبع الشيخ زايد، بقى الواحد مش عارف هو رايح على فين. نروح على الخبر الثاني من جريده الاهرام تحت عنوان 3 مليار جنيه اعتمادات إضافية للتأمين الصحي. خبرنا ده برضو بيتعلق بصحة المصريين، بيعكس حرص الحكومة على الارتقاء والارتفاع بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. نائب وزير المالية الدكتور محمد معيط قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على القانون الخاص بزيادة الموارد المخصصة للتأمين الصحي على طلاب المدارس والأطفال دون السن والعاملين من الجهاز الإداري للدولة. الهدف هنا هو رفع كفاءة نظام التأمين الصحي وتحسين الخدمات اللي بتتقدم بعد زيادة أسعار الدواء والأجهزة الطبية اللي سعرها ارتفع بعد قرار التعويم الأخير. الموضوع ده لعلاج الظاهرة دي، ولسه هينضم له نظام تأمين صحي شامل على كل مواطني مصر اللي الحكومة شغالة عليه اليومين دول. طبعا برضه هنرجع لايه؟ اطبخ يا جاريه كلف يا سيدي، كله هيبقى بتمنه. الخبر الثالث والاخير من جورنال الوطن بعنوان المخابز في قبضه الرقابه، ونواب طارق عامر اكد ان الدولار سيعود لسعره الطبيعي العام الحالي. في الخبر ده الحكومه بتحاول تطمن المواطن وبتظهر تشديد الرقابه الفتره الحاليه والقادمه. توافر رغيف العيش أمر في غاية الأهمية، وده رد على الشائعات اللي بتحاول توقع الدنيا في بعض. في حملات رقابية مكثفة على المخابز اليومين دول للتأكد من أسعار البيع ومن المواصفات. المهم هنا هو توفر أساسيات الحياة للمواطن بصورة كريمة. الموضوع الثاني في الخبر هو محافظ البنك المركزي اللي بيأكد أن الدولار هيرجع لسعره الطبيعي في الفترة اللي جاية بعد ترشيد فاتورة الاستيراد، علشان الاحتياطي النقدي يبقى في معدلات الأمان. لما الدولار يرجع لسعره الطبيعي والعادل، إن كل الأسعار اللي طلعت الفترة اللي فاتت المفروض إنها هتنزل. هنا بقى دور الرقابة فعلا والتنظيم اللي هو الدور الأصيل للحكومة لحماية المواطن من أي تلاعب. دور الدولة منظم ورقيب. وبكده نكون خلصنا جولتنا في الصحافة الاقتصادية. هنطلع فاصل ونرجع تاني هنا في برنامجكم أسواق وأعمال. كلنا عارفين ان جزء كبير من أزمة ارتفاع الأسعار في مصر سببها ارتفاع قيمة الدولار. السؤال هنا هو ليه سعر الدولار بيزيد؟ لأن ببساطة الدولار زيه زي أي سلعة، لو المعروض منه كتير سعره هينزل، لو المعروض منه قليل طبيعي سعره هيزيد. اللي حاصل دلوقتي ان اللي معروض من الدولار قليل نتيجة ان مصر فقدت مصدر مهم جدا من مواردها الدولارية. المصدر ده هو السياحة المصرية. احنا برضو عارفين ان الفترة اللي فاتت بكل التطورات السياسية والأمنية كانت سبب رئيسي في تراجع أعداد السائحين، خاصة من أسواقنا الرئيسية زي روسيا وإيطاليا وغيره.
ده بخلاف طبعا الركود العالمي اللي بيأثر على السياحة العالمية بشكل عام والسياحة المصرية بشكل خاص. نشوف التقرير ده ونرجع نتكلم عن هذا الموضوع. قطاع السياحة والذي يواجه انخفاضا حادا في الإيرادات ما زال يشكل أحد القطاعات المهمة لموارد النقد الأجنبي ودعم السيولة الدولارية. محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال لقائه باللجنة الاقتصادية في مجلس النواب قال إن التدفقات النقدية لقطاع السياحة انخفضت لتصل إلى 3,400,000,000,000 دولار بنهاية العام 2016، مسجلا تراجعا 44.3% مقارنة بمستواه في العام السابق له، وهو ما دفع مصر إلى قيامها بحملات ترويجية في الخارج في محاولات حثيثة لاستعادة حركة السائحين بعد أن فقدت السياحة إيرادات تقدر ب6 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية، والتي وصلت قبل ثورة يناير إلى حوالي 12 مليار دولار. وأكد بيان لوزارة السياحة الأسبوع الماضي عن وصول إيرادات القطاع إلى 6 مليارات دولار خلال العام 2015، وتراجعت أعداد السائحين الوافدين لمصر بنسبة 51% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليسجل عدد السائحين 2,300,000 سائح في النصف الأول من العام 2016 مقابل 5 ملايين سائح في النصف المقابل من العام 2015. وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء السبب إلى انخفاض أعداد السائحين الوافدين من روسيا بنسبة 55%، تليها المملكة المتحدة بنسبة 15% وألمانيا بنسبة 6.4%. ومع استمرار تلقي قطاع السياحة ضربات قاسية خلال الفترة الماضية والتي أثرت سلبا على النشاط السياحي وأدت إلى إغلاق العديد من الشركات لفروعها خاصة في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، ما زال آلاف العاملين بالسياحة يواجهون مصيرا مجهولا. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. هيكلمنا عن الموضوع ده دكتور مصطفى خليل الأمين العام للمجلس الأعلى للسياحة على التليفون. دكتور مصطفى أهلا وسهلا بحضرتك معانا. طبعا الوضع في القطاع السياحي كلنا عايشينه، ونقدر نقول بخلافكم أنتوا طبعا الموضوع أشد بكثير. إحنا عارفين أن الدولة ممثلة في وزارة السياحة عندها شركة للترويج في الخارج، وعندها شركة للعلاقات العامة لإدارة الأزمات، والوضع دلوقتي ابتدى يستقر استقر أمنيا في الفترة الحالية، ولكن عندنا شوية منغصات من الخارج. الجهود اللي بتتم دي هل أثرت في استعادة السياح لمصر، وما هو المطلوب؟ هو الحقيقة حضرتك بالنسبة لمسألة الشركة المعينة أو اللي اختيرت لعمل دعاية عن مصر، هي آخر جزء في الحلقة، لأنه المنظومة كلها بتعتمد على أنه لابد من وضع آليات بلان وفيجن للصناعة بشكل عام، وضع رؤية وخطة، ثم آخر مرحلة في هذا الأمر يتمثل في شركة الدعاية، لأنه لابد أن يكون هناك منتج، المنتج ده متنوع بشكل أو بآخر على أساس أنه يقدر يستفز القدرة الشرائية للسائح في الأسواق المختلفة، وبناء عليه تقوم شركة الدعاية أو هيئة تنشيط السياحة بعمل الدعاية اللازمة لهذا المنتج لجذب السائحين إلى المقاصد السياحية. يعني إحنا ما عندناش اللي الشركات دي تقوم بيه؟ لا، احنا عندنا اوريدي الرو ماتيريال، الماده الخام، ما عندناش المنتج. يعني ايه يعني ايه لما تقول لي عندي الماده الخام وما عنديش المنتج؟ يعني حضرتك النهارده انت عندك بحر وعندك مزارات سياحيه وعندك ثقافه، ده الماده الخام. ما هي الاكتيفيتيز المضافه لهذه الاشياء كلها او المنتجات دي كلها عشان تحول لي الماده الخام دي الى منتج متميز يستطيع السائح انه يستمتع بيه اثناء تواجده؟ منتج هنا بتقصد ببرامج سياحيه؟ لا، ما هو البرامج السياحيه دي هي تسويق المنتج. المنتج يقصد بيه ايه حضرتك؟ ايوه، انه من 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 منذ ان خطأ قدم السائح ارض مصر حتى ان تعود لابد ان يشغل ببرامج باكتيفيتيز. إذا كان هو على البحر لابد أن تكون هناك بنية تحتية للنايت لايف وإنه الأكتيفيتي والسبورتس والكلام ده كله، لابد أن يكون منتج هناك للسبا أند ويلنس،
لابد ان بس يكون كل ده كان موجود يا دكتور مصطفى قبل، يعني من قبل 25 يناير 2011 كان عندنا حركه سياحيه اكبر بكثير مما هي عليه الان. تمام حضرتك حضرتك النهارده عشان لو احنا بنقارن المساله ما قبل 2000 ما قبل 2011 وبعد 2011، ما قبل 2011 كانت المنتجات السياحيه متواضعه، ولذلك كنا احنا اوريدي بنقول بنشتكي دائما ان اسعار المنتج السياحي المصري منخفضه، وكانت منخفضه اكثر مما كانت تباع عليه في التسعينات، مع ان المدخلات اغلى، المدخلات في الصناعه نفسها اغلى مما كانت عليه في التسعينات. طيب لما جت الثوره بقى في 2011 زاد هذا الامر بقى اكثر تعقيدا، لان اوريدي انت بقت عليك ضغوطات خارجيه اخرى نتيجه لنواحي سياسيه، نتيجه لنواحي امنيه زي ما بيكون في المنطقه في الخارج، زادت من الضغوط عليك وزادت طيب. من الضغط على المنتج السياحي المصري. عايز اسال حضرتك يا دكتور مصطفى، المجلس الاعلى للسياحه عمل ايه دلوقتي؟ ايه خطته لانعاش القطاع؟ وايه النتائج الملموسه؟ حضرتك انا مش يعني احنا لسنا مجلس اعلى للسياحه، احنا في الاتحاد الاتحاد المصري للغرف السياحيه. ايوه. المجلس الاعلى للسياحه لم يشكل، يعني ما طلعتلوش الياته لسه. انا اسف ده خطا من عندي انا. اللي اقصده الاتحاد المصري للغرف السياحيه، انا عارف المجلس الاعلى للسياحه ما اجتمعش من زمان قوي. تمام. الاتحاد الاتحاد المصري للغرف السياحيه اوريدي حط رؤيه لمنظومه السياحه، كويس؟ الرؤيه دي بتتمثل في ايه سيادتك؟ بتتمثل في انه احنا عندنا اربع اسواق تقليديه بنتعامل معاهم، هم دول جنريتنج حوالي 70 او 80% من حجم الحركه المصري، وعندنا تقريبا 10 او 15 سوق اخر. ال 15 سوق الاخرين دول بالاضافه للاربعه هم بيكملوا ال 20%. فدي اثرت علينا نتيجه الازمه اللي تعرضنا لها، نتيجه محدوديه السوق اللي بيشتغل عليه، ادى الى الهبوط الحاد في هذه في الطلب على مصر. انما الدول المنافسه او الاسواق الاخرى، وفي اسواق جديده دكتور مصطفى بنفتحها في الفتره الحاليه، هناك 100 سوق احنا متارجتين 100 سوق اخر، لكن هي المشكله هنبتدي نشوف نتيجه امتى؟ شوف نتيجه بقى لما الاليات اللي موضوعه دي تبتدي تخش تتنفذ. دكتور مصطفى خليل الامين العام للاتحاد المصري للغرف السياحيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، واعتقد ان احنا لازم نقعد نتكلم في هذا الموضوع باستفاضه، ان القطاع ده ما ينفعش ان هو يتساب على ما هو عليه الان. طبعا يعني تنويع الأسواق مهم قوي في الفترة القادمة لإنعاش القطاع السياحي المصري وعدم الاعتماد على الأسواق التقليدية. الفقرة اللي جاية هنتكلم فيها عن كروت البنزين، خليكوا مع أسواق وأعمال. فاكرين موضوع كروت البنزين بتاع 2013؟ وزارة البترول بدأت من نهاية ديسمبر اللي فات تطبيق المرحلة الثانية من الكروت الذكية لتموين السيارات بالمواد البترولية بدون تحديد أي كميات، يعني لغاية دلوقتي بنروح بنحط الكميات اللي احنا عايزينها. الوزارة كمان سمحت لأصحاب العربيات اللي ما استلموش الكارت انهم يحصلوا على البنزين والسولار بكارت المحطة لغاية ما يستلموا الكروت الخاصة بيهم. الحكومة كمان أعلنت أن منظومة ميكانة استلام المواد البترولية ما هي إلا آلية لضبط توزيع الوقود بالسوق المحلي ومراقبة المنتجات من المستودعات وصولا إلى المستهلكين. ليه؟ علشان كان في تهريب كتير. النهاردة هنناقش الموضوع ده مع الحكومة ممثلة في وزارة البترول المسؤولة عن هذه المنظومة، وهنتكلم مع المهندس محمد عثمان وهو وكيل وزارة
البترول للنقل والتسويق. هو هيشرح لنا المنظومه دي ماشيه ازاي. باشمهندس محمد، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا. احنا بقالنا من 2013 بنتكلم في الموضوع ده، كل شويه يقولوا لنا استعدوا بالكارت، نطلع الكارت وبعد كده ما فيش كارت، طب هنعمل ايه؟ طيب هنستخدم الكارت ولا مش هنستخدم الكارت؟ خلاص، لا هنستخدم الكارت خلاص. من 31 ديسمبر 2016 تم بدء التشغيل التدريجي للمرحله الثانيه من الكارت الذكي. المرحله الثانيه دي اللي هي من منافذ التسويقيه بما فيها محطات التموين والخدمه الى المستهلك النهائي زي ما سعادتك قلت. احنا كنا في 2013 خلصنا المرحله الاولى اللي هي من من المستودعات للمنافذ التسويقيه، سواء محطات تموين وخدمه، سواء مصانع او ايا كان المستهلك اللي بيستهلك. يعني علشان نشرحها كده ببساطه، آه، العربيه الكبيره اللي بتحمل البنزين والسولار والكلام ده كله، ايوه، بتروح للمستودع، لازم بيتضرب الكارت في المستودع انها خدت كميه 50,000 لتر بنزين مثلا. اه، ضرب الكارت انها خدت الكميه دي. حلو. لازم يتضرب الكارت بقى في المكنه بتاعته برضو في محطه التموين والخدمه ان كميه ال 50,000 اللي طلعت من مستودع كذا وصلت محطه التموين كذا. حلو. ليه بقى؟ الهدف من القصه دي كلها ايه؟ الهدف كان في ساعات اياميها في 2013 مع انتشار ظاهره الفلات الامني والاخلاقي والمظاهر اللي احنا عانينا منها كتير قوي دي، لما حضرتك تعرف ان احنا بنتعامل في تداول منتجات بتروليه من بنزين بنوعيه وسولر ومازوت كميه حوالي من 80 ل 85,000 طن يوميا. يوميا بيتنقل من اماكن التخزين في المستودعات الى المنافذ التسويقيه ما لا يقل عن 85,000 طن. احنا وصلنا لمرحله كان من 15 ل 20% من الكميه دي كان بيتهرب. حدودك كانت مفتوحه، يعني حوالي 12,000 طن، 16,000 طن ما كناش بنعرف عنهم حاجه تقريبا يوميا. يوميا 16,000 طن. حضرتك لو دول كانوا بيتهربوا عن طريق الحدود الشرقيه والجنوبيه والغربيه وفي البحر المتوسط، المراكب اللي ماشية اللي كان بيروح لها البنزين ده توقف. كل ده انتهى تماما مع انتهائنا من تطبيق المرحلة الأولى. تمام. لك أن تتخيل حضرتك لما حوالي 15-16,000 طن يوميا في متوسط من 300 ل 400 دولار، احنا بنتكلم في مليارات سنوية، بنتكلم مثلا في حدود 5-6 مليون دولار يومي. مليارات يوميا كان ما كناش نعرف عنها حاجه وكانت بتتهرب، بالاضافه الى التسريب داخل السوق المصري اللي كان المنتجات البتروليه بتستخدم في غير الاغراض المخصصه ليها. صناعات الطباعه والدهانات والبويات وما الى ذلك كانت بتستخدم البنزين التمانين والسولار كمذيب بدل المذيبات الغاليه. فكل ده انتهى، كل ده توقف خلاص، ما بقاش فيه موجود الكلام دوت. يعني نقدر نقول هدف المرحله الاولى تم تحقيقه بنسبه 100%. بنسبه 100% تماما، ولا يوجد تهريب تهريب او تسريب. مباحث التموين دورها المكمل الرقابي معانا يوميا ما لا يقل عن 15-20 قضيه تهريب او استخدام في غير الاغراض المخصصه ليها او بيع باسعار ازيد. هنيجي بقى للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه بقى اللي هي في ديسمبر. تمام. اللي ابتدت الهدف منها. الهدف منها برضو المزيد من احكام الرقابه. انا بعد ما وصلت للمحطه انا ما اعرفش المحطه بعته لمين، ما ممكن محطه بعد ما خدت الكميه 50,000 لتر هتبيع 20 والباقي مثلا هتوديه للاغراض التسريب داخل السوق. أي. مش هقول تهريب. أي. لان خلاص قفلنا التهريب. تسريب داخل السوق لبعض الصناعات زي ما قلت لحضرتك كده اللي بتستخدم المنتج البترولي المدعوم او الاليات اللي ملهاش ترخيص. بالظبط. زي كتير كتير الصناعات اللي تحت السلم كتير قوي غير مرخصه وغير مسجله بتسترخص المنتج البترولي المدعوم الرخيص. ففي الاخر نقدر نقول ان الهدف هو لايصال الدعم لمستحقي الحقيقيين. بالظبط. عمليه بتعمل لي قاعده بيانات متكامله عن انماط الاستهلاك في محافظات مصر والقطاعات بتاعه الدوله. قطاع السياحه بيستهلك قد ايه، قطاع النقل بيستهلك قد ايه، قطاع الزراعه وهكذا. ومن هنا جه موضوع الكارت اللي احنا كلنا لازم نجيبه. فمعانا على التليفون المهندس خالد عبد الغني رئيس قطاع اداره المشروعات بشركه اي فاينانس وهو مدير مشروع الكروت الذكيه. اهلا وسهلا بحضرتك
استاذ خالد. الاول الموضوع الكارت، في ناس استلمت الكارت وناس ما استلمتش الكارت، الناس تاخد الكارت منين؟ وخاصة ان في، انا اللي انا فاهمه ان في ويب سايت، موقع الكتروني ناس بتقدم عليه، ولكن الموقع ده في حالات كتير بيبقى مش شغال، يعني الناس تعمل ايه دلوقتي؟ اشرح لنا بطريقة مبسطة. طيب، هو بطريقة مبسطة بالنسبة للكارت، محدش بيدخل يدخل بيانات، محدش بيدخل بيانات على اي موقع. حضرتك بتدخل على الموقع الالكتروني اللي حضرتك، طبعا هو يعني ما كانش بيقع على حاجه، يعني هي طبعا هو كان الفتره اللي فاتت الناس ما كانتش بتدخل عليه كتير طبعا، لان انت عارف حضرتك كان حصل تاجيل، لان ما كانش في اليه لتسليم التكاتك الكروت، بس تم طبعا بدء تسليم التكاتك لهذه الكروت بالتزامن او بالتوازي مع الجهات الاخرى. طبعا حضرتك المواطن او صاحب المركبه او صاحب رخصه التسيير اللي هي الساريه اللي لسه ما استلمش الكارت بتاعه، بيدخل على الموقع الالكتروني وبيدخل بيانات بسيطه خاصه بالاستعلام عن حاله الكارت بتاعه. بيطلع له رساله ان الكارت بتاع حضرتك الطبع هو موجود في الوحده، وحده المرور الفلانيه، من فضلك توجه حضرتك، تتوجه كمواطن لوحده المرور اللي ظهرت لحضرتك، تستلم الكارت بتاع حضرتك بدون اي رسوم، تستلمه مجانا بدون اي رسوم، مجرد بتطلع نفسي بس يا باشمهندس خالد نعمل زي ما بره بيعملوا. باشمهندس خالد لو سمعني، نفسي بس ايه نعمل زي ما بره يعملوا ايه؟ النهارده انت الكارت بتاعك جاهز في المكان الفلاني، روح خد الكارت بتاعك، طب ما تعمل برسوم وتوصلها له لغايه البيت، زي ما الاجراءات اللي بتتم في موضوع نيابه المرور مثلا، عايز المخالفات بتاعتك بتقدم وبيجي لك الشهاده، تدفع الفلوس، شكرا، سلام عليكم. يعني تبسطوا الدنيا اكتر من كده. بس عايز نقطة تانية عايز أثرها مع حضرتك باشمهندس خالد. أنا عايز أرد على حضرتك بعد إذنك يعني. طب ممكن ترد على النقطتين مع بعض؟ النقطة التانية هي الموضوع ده بدأ من سنة 2013. أنا شخصيا واحد من الناس. أكمل إن حضرتك برضه هتكمل على هتكمل باشمهندس خالد. باشمهندس خالد هتكمل يا فندم، بس عشان ناخد السؤالين مع بعض. باشمهندس خالد هتكمل والله. الحاجة التانية، الموضوع ده بقاله فترة طويلة، فأنا النهاردة كواحد طلعت الكارت، الكارت ده برقم عربية معينة، بعد المدة الطويلة دي كلها مثلا واحد نقل عنوانه فالكارت بالرقم العربية بيتغير، لازم يروح تاني للمرور ولا يتوجه لكم عن طريق الويب سايت؟ سؤالين مع بعض، اتفضل يا فندم. خلاص اتكلم. طيب بص يا فندم، رقم واحد، الموقع برضه بيدي اكتر من وظيفة. الوظيفة الاولانية ان حضرتك بتستعلم هل الكارت بتاعك الطبع، ولو الطبع موجود في اي وحده مرور حضرتك تروح تستلم، دي الوظيفه الاولانيه. الوظيفه الثانيه هو نفس الموقع حضرتك برضو بتدخل عليه، لما تعرف ان بعد الاستعلام ان كارت حضرتك الطبع بتطلب خدمه التوصيل في المنزل. هايل. يجي حضرتك الكارت في المنزل. هايل. مقابل رسوم بسيطه اللي هي رسوم التوصيل. هايل. لان الكارت نفسه ككارت مجانا، ده خدمه الدوله عندها وبتقدمها للمواطن بدون اي مقابل. ده فكره عظيم. النقطة الثالثة، كل السادة المواطنين اللي طلعوا كروت في 2014 2015 2016 الكروت بتاعتهم شغالة وما فيهاش أي مشكلة، خلاص؟ طيب نيجي حضرتك بعت عربيتك أو استبدلت العربية أو تم تغيير اللوحة المعدنية أو تم تغيير اللوحة المعدنية لأي سبب من الأسباب، خلاص؟ حضرتك في هذه الحالة بعد ما حضرتك تجيب العربية الجديدة أو بعد ما بتعمل حضرتك الحركة في المرور وبتنفذها، لان بعد اتصال المنظومه اوتوماتيك مع منظومه اصدار الكروت، اي تعديل بالنسبه ان حضرتك طلعت رخصه جديده، عدلت رقم، البيان بيجي لي اوتوماتيك او بيتم تحت اوتوماتيك من خلال البروتوكول بين وزاره الماليه ووزاره الداخليه، بيجي اوتوماتيك والكارت بتاع حضرتك الطبع اوتوماتيك وراح لوحده المرور اللي موجود فيها. فحضرتك لو غيرت العربيه بتاعتك حتى لو كان عندك كارت وما سلمتوش، او حضرتك غيرت رقم اللوحه المعدنيه بتاعتك والكارت القديم معاك، الكارت الجديد اقدر اقول لحضرتك ان هو الطبع. حضرتك تدخل على الموقع الالكتروني بتستعلم عن الكارت وحضرتك تروح تلاقي الكارت بتاعك. برضه تروح مش هيجي لك. ما هو يا فندم التو اوبشن متاحين. ده موجود وده موجود، انت اللي بتختار. حلو قوي. حلو قوي. المجانا موجود ده بالنسبه للعربيات. لغايه بيتك موجود لحضرتك
حضرتك تدخل على الموقع يجي لك لغايه البيت. ده فكر زي ما بقول لحضرتك، ده فكر رائع انك انت النهارده بتقلل التعامل البشري، بتخلي الحاجه بتيجي لغايه عندك، فانت بتحل مشاكل كتيره حضرتك فاهمها. بس في قطاع برضه في البلد يقول لك انا هروح يا عم وهقف واخد الكارت بتاعي، مش عايز ادفع فلوس توصيل مثلا، فده متاح. هو حر بقى، هو حر بقى. الله ينور عليك. القطاع الثاني وهو المصانع. ها المصانع، احنا عارفين ان احنا عندنا مشكله ان في مصانع زي ما كان بيقول الباشمهندس عندنا بير السلم كتير، مصانع غير مرخصه. دي هتاخد كارت ذكي لاستهلاك الوقود، ولا علشان تاخد كارت ذكي لازم يبقى في تقنين اوضاع؟ طيب بص يا فندم، بشكل عام احنا طبعا احنا الشركه اللي بتنفذ المنظومه. بشكل عام البيانات اللي بتجي لنا من وزاره الماليه عشان نطلع هذه الكروت لازم بتبقى هذه البيانات مسجله وموثقه بشكل منضبط وبشكل قانوني في الجهات التابعه ليها. بمعنى ان العربيات بتبقى الرخصه بتاعتها ساريه ومسجله ومرخصه في المرور. الجهات الاخرى زي مراكب الصيد، زي النقل النهري البحري، كل الجهات دي يا فندم اللي طلع لها قروض لازم تبقى ليها جهه ما مسجلة فيها مرخصة ومعاها يعني هدف من الأهداف هو تقنين الأوضاع. ده هدف رئيسي يا فندم، لأن طبعا أنت حضرتك وكل السادة المستمعين طبعا مش هيبقوا راضيين إن حد ياخد منتج مدعم وهو أوريدي لا بيدفع ضرائب ولا بيدفع تأمينات. صحيح. وغير صحيح. مرخص. صحيح. وغير مسجل. و خطوة رائعة باشمهندس خالد عبد الغني، رئيس قطاع إدارة المشروعات بشركة إي فاينانس ومدير مشروعات الكروت الذكية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نقدر نقول ان الآلية دي وفرت على الدولة قد ايه في الفترة اللي فاتت بتاعت المرحلة الاولى؟ بتاعت المرحلة الاولى زي ما قلت لحضرتك كده، لو حسبناها حساب انا بتكلم مادي. لو انت حضرتك قلت لي عندي 16000 طن يومي، لو حساب تقريبي كده من 15 ل 16000 طن يومي، ما كنتش بعرف بيروحوا فين وكانوا بيتهربوا او بيتسربوا. لو بقول لحضرتك لو حسبنا متوسط مثلا من 350 ل 400 دولار للطن الواحد، مش هيقل عن 5-6 مليون دولار في اليوم. يعني انت احنا بنتكلم في مليارات سنويه، 2-3 مليار سنوي، 2-3 مليار دولار سنوي. ده خلاص، ده كله ده اتقفل خلاص. موضوع التهريب والتسريب ده خلاص ما بقاش موجود. محل يعني بتكلم في حوالي 60 مليار جنيه بالظبط تقريبا، 60 مليار جنيه ضايعين على الدولة، كانوا بيضيعوا على الدولة ما قبل 2013 وبيروحوا في جيوب الأباطرة زي ما بيقولوا. يعني بالظبط كده، ده اللي كان بيحصل. المرحلة الثانية زي ما قلت لحضرتك كده، تكوين قاعدة بيانات متكاملة هتحدد أنماط الاستهلاك بتاعت قطاعات الدولة، وبعدها ممكن بقى يتحدد المستحق الدعم الحقيقي اللي يروح له منتج بترولي. يعني مثلا نماذج كتير قوي مش مفروض انها تاخد منتج بترولي مدعوم، يعني بدون ذكر اسماء يعني. او بس انا عندي انتوا يعني انتوا في الفتره دي هتحددوا الاستهلاك الاشخاص، استهلاك الهيئات، استغلال الزراعه بالظبط، استغلال الصناعه، السياحه، الصناعه، كل قطاعات الدوله بجميع مختلف تطبيقاتها وانشطتها كلها هيتحدد الكميات اللي بتستهلكها، يتعمل قاعده بيانات متكامله ويتعرف. وبالمحافظات، المحافظات كل محافظه بتستهلك قد ايه في انشطه، قد ايه في انشطه ايه. المرحله الثانيه دي احنا لغايه دلوقتي يعني تشغيل عندنا تدريجي. ماشي، مدتها قد ايه؟ ما مش محدده لسه، ما تحدد لهاش نهايه فتره، هي كلها تدريجيه عشان الناس تبتدي تطلع الكارت او تستلم الكارت اللي موجود في وحده المرور، والجهات المنافذ التسويقيه والانشطه المختلفه الثانيه اللي هي مش مسجله او مش مرخصه تتسجل وترخص وتطلع الكارت بتاعها عشان بعد كده تاخد المنتج اللي هي تستحق. طيب حضرتك بتقول لي لسه المرحله دي ما تحددش مدتها، بس في حاجات لازم نعرفها. طب بعد المرحله دي ايه اللي هيحصل؟ يعني هل انا النهارده مثلا انا عندي الكارت ده، ما فيش حاجه محدده ايه اللي هيحصل، احنا مش عارفين بكره في ايه. ما فيش حاجه محدده. اكيد عندكم كوزاره اكيد عندكم برنامج عمل، يعني انتوا ما بتبتدوش مشروع غير لما عندكم مرحله. زي ما بقول لحضرتك كده، هو الهدف ان احنا نوصل للمستحق الحقيقي للدعم بعد ما حددت الانماط الاستهلاك وكمياتها وقطاعاتها وانشطتها. اشوف بقى ابتدي افلتر بقى او اختار. يعني اللي انا افهمه ان انا يبقى عندي الكارت ده عشان يبقى عندي مثلا حصه
شهريه، وبعد الحصه دي هدفع ثمن البنزين بتاعي بالكامل. يعني انت النهارده مش شرط. يعني انا مثلا مش شرط. نفترض انا عندي عربيه 8 سلندر انا ما استحقش الدعم يعني كده. يعني بالزبط. يعني مش معقوله يبقى عندي عربيه وبتستهلك بنزين قد كده. وبعد ما نحدد قاعده البيانات اللي زي ما بقول لحضرتك كده اهوت، يبتدي بقى يتعمل بقى سيناريوهات، هل هيبقى في لبعض الاستخدامات نص دعم او ربع دعم؟ ده اللي هيتحدد بعد كده. المهندس محمد عثمان وكيل وزاره البترول للنقل والتسويق، اسعدتنا بوجودك معانا، بشكرك شكرا جزيلا، نتمنى لكم التوفيق. بشكر حضراتكم، وبكره يوم جديد وبرنامجكم اسواق واعمال.